ادينا نزلنا الحديقه، عايزه توريني ايه؟ عايزه اوريك يا مولاتي سحر الكلام. ايه رايك تندهي بنت من البنات دول وتقولي لها كلمه حلوه؟ انا اقول كلمه حلوه؟ لا لا لا، انا ما اعرفش اعمل كده، اصل انا لساني كرباج. طب ما تلمي شويه بنت. انا ما اقصدش يا مولاتي، انا قصدي يعني اندهيها وقولي لها تسريحه شعرك حلوه قوي، فستانك حلو قوي، اي حاجه من الحاجات اللي بتعجب البنات دي. لا لا لا، انا لساني ما يقدرش يقول الكلام ده. ما تجربي اكتشفي في نفسك حاجه جديده. اذا كانت حاجه جديده معلش عموما هجرب. انت يا بنت يا لينا تعالي تعالي. اوامر مولاتي. تسريحتك حلوه قوي. انا اسفه، انا مش قصدي والله العظيم، انا مش قصدي خالص يعني. لا 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 لا، انا مش عايزاكي تتاسفي، هي فعلا حلوه عليكي ولايقه عليكي كمان بجد. خلاص بقى يلا امشي. ايه رايك فيا؟ كنت كويسه؟ تجنني يا مولاتي، شايفه نظره الفزع اللي كانت على وش البنت اتحولت لابتسامه ازاي؟ طبعا انا كلامي اصله حلو قوي، انا مش عارفه ازاي لساني طويني اقول كل الكلام الحلو ده، انا مش مصدقه نفسي. عشان تعرفي يا مولاتي ان الكلمه الحلوه بتطبطب على القلب. هو مين اللي قال الكلام ده؟ مش حكيم يا مولاتي، انا اللي بقول. ملكة جمال وسبحان الخلاق، لو الأصل طيب يا ناس يا دي الهنا، بلاش يا ريت نعيب على خلقة ربنا. الجمال معاملة، الجمال أخلاق، بتبقى مش ملكة جمال وسبحان الخلاق، لو الأصل طيب يا ناس يا دي الهنا، بلاش يا ريت نعيب على خلقة ربنا. حتى الجمال ده نسبي والموضوع أذواق، الجمال معاملة، الجمال أخلاق. تبقى حلوة تتكلم تقفلك، وواحدة جمالها عادي شخصيتها تذهلك، بتعايروا مين على ايه؟ مين فينا كان بايديه؟ لحد اختار ملامحه ولا كان ده باتفاق؟ الجمال معاملة، الجمال اخلاق، الجمال معاملة، الجمال اخلاق، بتبقى مش ملكة جمال وسبحان الخلاق، لو الاصل طيب يا ناس يا دي الهنا، بلاش يا ريت نعيب على خلقة ربنا. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.